يا با احنا هسه صحيناكم شويه مو لا جواب ما نقدر نطيع عند ابو زيد ف حتى نساله بالاسبوع الجاي هم ناخذ لنا 20 دولار من عندكم. من يقف على ذكراها من بلاد العشق من يعرفها هو من اتى اليها، من يسجد لاسمها هو قادم مرتجلا مرتجل، من يحبها أحبه الله لأنه من فصيلته، على الدوام يقرأ لها ولأبيها ولزوجها، من يجلس في حسينية المصطفى ينتظر وحاجته لم تقضى، ولي حاجة فاقضها يا ربي ببركة نبينا المصطفى وابنته الحورية سيدة النساء. الأنصاري يستعد للدخول في ضيافة الرحمن فاستقبلوه. فلهذا لما تذكر السيدة زهراء سلام الله عليها يذكر في طيات اسمها الشريف وفي بطون معانيها يذكر محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسن والحسين والتسعة المعصومين، تذكر الشهادة، يذكر الإلمام. فعلى شرفها الشريف أفلح من صلى على محمد وعلى محمد. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، عجل فرجه، سهل مخرجه، أوسع منهجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم. الكلام حول أسوة الخلق بعد أبيها وبعلها فاطمة، المعروف أو الجملة المرماة في العقول في القلوب، أسوة نساء العالمين فاطمة، أسوة نساء العالمين. كل منا لو قال لنفسه كما قال رسول الله وقبله أوحى الله وقال الله ومن بعده أمير المؤمنين والأئمة والعلماء والموالين، إني أعرف امرأة، كل واحد منا هاي الكلمة يخليها إله، إني أعرف امرأة. تعرفنا على كثير من الناس من البشر من العلماء من أهل المعنى من الأصدقاء في جميع أيام حياتنا من طفولتنا إلى يومنا هذا، ونحن نخاطب أنفسنا بكلمة أو حينما نتذكر أحد فنقول إني أعرف. فالآن في كلمة وفي جملة وفي ادعاء إني أعرف امرأة، هذه المرأة التي تعرفت عليها وتعرفت عليها وتعرفت أنت أيتها الأخت والأم والبنت عليها، كل منا يقول إني أعرف امرأة. ولننظر أين المعرفة وكيف المعرفة وما هو سبب المعرفة حتى لا نتيه في تيه العمى وفي تيه بن العجل الذين نراهم في كل واد يهيمون
وفي كل آن يسيئون، وفي كل بحر ولج يصطادون. إني أعرف امرأة أهدت لباس زفافها في ليلة عرسها لفقير، كانت في تلك الليلة ابنته تزف. هل عرفتها؟ هل عرفتها؟ هل عرفتيها؟ هل عرفناها؟ إني أعرف. لربما تقول من الذي يعرف؟ وهذه الجملة لمن؟ قل فأقول. إني أعرف امرأة في ليالي جمعها وفي ليالي الجمع في ليلة جمعتها تدعو للناس حتى الصبح ولم تطلب شيئا لنفسها. أهل عرفتها؟ أهل عرفها أحد؟ إني أعرف امرأة تعيش ببساطة من العيش ومهرها قليل، وما اتخذت في حياتها صرفا. أهل تعرفها من؟ إني أعرف امرأة تخدم زوجها حتى بلغت الذروة في خدمتها له، وكان بيتها أنموذج الحياة لدى خلق الله حتى نزلت فيه آي وصور من القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع. قيل لرسول الله: أي بيت هذا؟ فأشار بيده وشخص ببصره وأدلى برأسه مستقبلا بصدره: بيت المرأة التي عرفتها. قال له أولهم وثانيهم لكي يرى ماذا يريد رسول الله: أهذا البيت منها؟ قال: ها هو من أحسنها من أفضلها من أروعها، حتى سطر الجمل لكي لا يبغى شك وترديد في من عرفتها. إني أعرف امرأة. صامت مع زوجها 3 أيام وما فطرت على طعام، بل إنما أهدت وأعطت طعامها، يعبر عنه القرآن الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حيث يقول مفسرهم الأديب الزمخشري: فوالله بهذه الحالة والصورة أخذت فاطمة ختم نبوة أبيها من الله. هل تعرفها؟ أهل تعرفها؟ إني أعرف امرأة تتعامل مع من يكون بخدمتها أو مواليها بأحسن تعامل. أهل سمعت عن فضة؟ ما اسمها؟ فضة المرأة السوداء، المرأة التي كانت خادمة وتعرف العرب بعض الأشياء بأضدادها. مثلا يقال
للسقيم سليم وللسوداء فضة. من أطلق فضة وكرمها لهذه المرأة غير المرأة التي عرفتها؟ فهل عرفتها؟ إني أعرف امرأة في أقصى نهاية النجابة والحياة مع وجود مجتمع منحرف كانت تبارزه وتحاربه بحيائها وشموخها. أهل عرفتها؟ أيتها الأخت، أهل عرفت أنها تبكي لحجاب تخشى أن لم يكن عليها خوفا وحياء من الله حينما وصف رسول الله يوم القيامة إن الناس تحشر حفاة عراة وأنا الكل؟ فبكت أغمي عليها، قالت إني أستحي من ربي أن يراني بين يديه عارية. فأنزل الله حجابها على رسول الله قائلا كما تستحي مني أستحي منها. أفهل عرفتها؟ أفهل عرفها أحد؟ إني أعرف امرأة لها التطلع والنذر والنظر والمعرفة للمستقبل بجميع برامجه وأكثر من ذلك حتى موتها. كيف تكون في حيائها، في حجابها، في وضعها بعد موتها؟ كيف تحمل، كيف تغسل، ومن يصلي عليها، وكيف تدفن، ومتى تدفن، وكيف ترفع، وبيد من ترفع؟ تقول فضة: رأيتها بهذه الحالة قلت ما يقلقك؟ قالت بعد الموت أحمل على سرير فأخشى أن يرى نعشي، أخشى أن يرى جسمي. تقول قلت لها إنا نصنع نعشا في بلادنا، وهذا النعش كالصندوق تابوت اللي يلوله ثم يغطى. فما رأيتها فرحة ولا ضحكة ولا مبتسمة بعد أبيها إلا تلك اللحظة: الحمد لله الذي ستر جسمي بعد موتي عند تشييعي. هل عرفتها؟ إني أعرف امرأة لم يصل إليها أحد في تربية الأطفال والأولاد حيث بلغ المدى في زماننا هذا، وممن شارك منكم فيما أقول: في كل عام يحج الناس إلى ولد من أولادها يسمح له الدخول والزيارة له في هذه السنين، وهو حسين الأمة وحسين في الأبرار والأحرار، ما أزكى شمائله وما أنداها، وكل ملتمس منه لأنه تربى في أحضانها. هل تعرفها؟ أهل لك المعرفة بهذه المرأة؟ أهل لك أن تقول إني أعرفها؟ إني أعرف امرأة نزلت فيها الصور في كتب، في كتاب الله القرآن الكريم، وقال الله على لسان نبيه: إن رضاها رضا الله، ليس رضا الله رضاها. كلنا نلتمس أن نرضى بما يرضي الله، والله يقول لنا على لسان رسوله: أرضى برضاها خلوا عن أي قيد. كلما رضيت فاطمة
عن كل شيء يرضى الله، حتى عما يقول بعض العلماء لو فرضنا المحال محالا أنه يكون ممكنا، فإن الله لأنه يكون في مهد فاطمة فيرضى ويغضب لغضبها، فكيف لو غضبت على أحد أو غضبت علينا ونحن لا نعرف ماذا يجري في بلادنا، في تشيعنا، في مهجنا، في غاياتنا، في جهادنا، في شبابنا، في شهدائنا؟ أهل عرفتها؟ إني أعرف امرأة ينزل عليها الوحي فيؤانسها في زمن نزول الوحي على أبيها، حيث وصل جبرائيل وميكائيل. طبعا هاي الروايات اللي يقرأها إليك من المسلمات عندنا، مو من المتعقلات. اليوم واحد يقول لي والله أعقل ما أعقل، هذا لا أقول شفت وش سوت بينا، لا من مسلمات التشيع. كيف يمتحن جبرائيل وميكائيل؟ بحث طويل عريض روائي عندنا. من الأفضل من الملائكة المقربين من الأربعة المعروفين؟ كيف نعرف أن في الدرجة من ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وعزرائيل بالدرجة الأولى قيل جبرائيل أو ميكائيل؟ قالوا من منهما أفضل؟ فقال أنا الذي خدمت بيت فاطمة أو هززت مهد ولد فاطمة، فيسكت إسرافيل. هل عرفتها؟ أين هي من بيوتنا؟ أين هي من نسائنا؟ أين هي من شبابنا؟ أين نحن منها؟ إذن فلماذا تسألني ولماذا تقول ولماذا تشير؟ لماذا تكون فاطمة الأسوة والقدوة لنساء العالمين؟ فكلما قلنا فيها كان إشارة لضعفنا ونقصنا وظلمنا تجاه فاطمة، هي البتول وما أحلى اسمها بفمي، هي الزكية ابن المصطفى طه، الله شرفها والله طهرها والله عظمها والله زكاها والله زوجها والله أصدقها. إني أعرف امرأة خطبها الله لوليه من رسول الله، لما جاء أبو بكر وعمر ومعهم ممن معهم فقدموا أحدا لخطبتها، قيل إنا خطبنا، قالوا إنا خطبنا فاطمة فما رأينا رسول الله مجاوبا، علّه يريد ممن تكون له دنيا حتى لا تبتلي فاطمة فإنها عزيزة عليه. فجاءوا حتى وصلوا إلى رسول الله، فقال يا رسول الله زوجني فاطمة ولك 70 من الإبل من النياق الحمر مكللة بالديباج. فأنحى النبي برأسه إلى اليمين، جاءه من اليمين إلى الشمال، ثم مد يده على الأرض فأخذ حصيات، فأخذنا في يده الشريفة يسبحنا
تسبيح الله وتقديس الله. ثم رماها بحجره، تبدلت إلى زبرجد وياقوت، كل منها ثمن ثمنها كانت أكثر مما يملك أكبر تاجر في المدينة. قال: إن الذي يتبدل بيده الحجر والحصى كما ترى فهين عليه أن تغريه أنت ومن معك أو مثلك في زواج فاطمة. ولم يقطع بل أجاب: لعن الله من خطب عندي فاطمة، لعن الله من خطب عندي فاطمة، كفوا عني. ولم يسكت، كفوا عني فإن أمرها بيد ربها، فإن أمر فاطمة بيد ربها. فالذي يخطبها الله من رسول الله لولي الله لتكون أما لأصفياء الله وأئمة الله، هل عرفتها؟ هل عرفتها؟ إني أعرف امرأة، هل تصدق هذه الكلمة بحقي أن أقول أنا أو أقول إن صاحب العصر والزمان ومؤتمن الأديان والإيمان هو الذي يقول هذا، وهو مهدي آل محمد الذي نرى، الذي نرى في عراقنا وفي مقدساتنا يركض الشباب الشيبة في الجهاد عن الدفاع، في الدفاع عما يكون لهم مشهدا ومقتلا ومكانا وحربا كحرم الأئمة عليهم السلام في العراق وفي غيره. هذا الذي من أجله تفدى النفوس، تقطع الرؤوس، تبتر الأيدي والأرجل، هو الذي يعرفها. فهل عرفناها؟ هل يعرفها رجل؟ لما ولدت أقبلنا عليها على أمها حينما حرمناها بنات قريش. من أنها كان نوع من التهديد، تهديد حدث، تهديد نسوة قريش حدث لخديجة بعد نزول آية الكوثر، سورة الكوثر. لهذا في بحث التحدي الإلهي بفاطمة لجميع المعتقدات في شأن الأمومة وفي شأن المرأة وفي شأن الحياة الاجتماعية، فتحدى الله سبحانه وتعالى جميع الأمم السالفة التي أدبرت وبقى ظلمها على رأس المرأة، والأمم الحالية التي تكون العرب كانت توئد البنات، والأمم في يومنا هذا بنتي وابنتك، أمي وأمك، أختي وأختك، زوجتي وزوجتك، ذريتي وذريتك. تحدى الله جميع من سن سنة فاشلة مقضوبة للبنت. أول شيء نراه لما نزلت الصورة متحديا بها الله سبحانه وتعالى، رأى النبي مغموما مكفهرا محزنا جاء إلى الكعبة يحتضنها لكي يهون عن آلامه، حينما قال له العاص بن وائل يقول للإعرابي: هذا أبتر. فأنزل الله عليه هذه الصورة من الصور الملفتة حتى
في نزولها في المكان الذي نزلت في رواية كان ساجدا عند الكعبة. إنا أعطيناك الكوثر. لما أراد الخروج قال لا تمل بقدمك إلى بيتك، بل اذهب إلى بيت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وليدعو الناس. أي ناس كانوا مع النبي ومجموعة المسلمين؟ مجموع المسلمين كان آنذاك لا يتعد 60 أو 70 شخص، وكلهم يخافون أن يأتوا. لا، يقول لأن جميع المشركين كانوا يأتون إلى بيت محمد، حتى اصطدم أبو سفيانهم وأبو جهلهم وأبو خبثهم وأبو ظلامهم في الليل الدامس، ملثمون لكي يسمعوا صوت محمد في القرآن الكريم حول بيت محمد في كل ليلة، إلى أن افتضح أمرهم. ما الذي جاء بك؟ قال صوته يطربني. ما الذي جاء بك أنت؟ قال كلامه يعجبني. ما الذي أتى بك؟ قال بلاغته تنشطني، صوت القرآن الذي يتلوه. لهذا أعلن في مكة عند معلنها تلك التلة التي يعلوها أي إنسان له خبر فعلاها، علاها المنادي مناديا من أراد أن يستمع محمدا من هذه الليلة فلا يذهب إلى بيته وبيت خديجة، بل إنما يذهب إلى بيت فاطمة بنت أسد. واخلولت الأطراف من بيت فاطمة بنت أسد حتى يسمعه هؤلاء المشركون علهم أن ينتفعوا. فاطمة، وكان قبل أن تولد فاطمة كانت كن المسميات بفاطمة من النساء كثر، لكن ما قيل فيهن إن الفقر لا يدخل بيتا فيه فاطمة. حتى ولدت فاطمة 40 يوم. كثير من عندنا نقول الذرية بيد من؟ بيد الله، لكن تصفية الذرية ترجع إلى الإنسان، ترجع إلى الإنسان في زيارته. شباب إيش كثر عندنا يتزوجون؟ كل ما يتقيد بالتقيد الديني، بالروايات، بالتربية الإسلامية الزوجية، يرى الكثير. وانظر إلى المرحوم صاحب البحار كيف يشق لنا طريقا في هذا الباب. وانظر إلى عثمان بن مضعون، هذا الذي رضع مع رسول الله عند حليمة، كان من إخوة النبي في الرضاعة، زين، وسمى أمير المؤمنين ولدا له، هذا سمي أخي عثمان بن مضعون، رضيع أو أخ الرسول. ففاطمة 40 يوم يبتعد، ورسول الله التقى بأكمله، التقى ينزل من إلى خلق الله، هذا النبي العظيم 40 يوم يفترق عن خديجة، ثم يأكل من الجنة حتى يقول إن ابنتي فاطمة حوراء إنسية، يعبطها، يشمها، يقبلها، وعائشة تصيح إنها تزوجت ولها بعل وذات ولد، وهو يقول كفي كفي عني، فكلما اشتقت إلى الجنة قبلت من حرها وشممته فأراني في الجنة. في مولد لهذه، يقول لما حوصرت خديجة جئنا إليها 4 نسوة، أخذتها الأولى ونظرت إلى وجهها وقالت ما أجملها، ما أجمل وجهها، ما أجملها. والثانية أعطتها للثانية، نظرت إليها قائلة ما أكثر بركتها،
بركتها. والثالثة قالت ما أحزنها. لكن الرابعة تصفحت في وجه هذه البنت الصغيرة تشمها وتقبلها وهي تقول ما أقصر عمرها، ما أقصر عمر هذه، عمر هذه السيدة الجليلة، حيث تقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها رأى عليا وهي تنفخ تحت قدرها حتى في رواية أحرق شعرها وأدكن ثوبها ومن الغزل والرحى مجست يدها. هذه فاطمة الزهراء. زين. وعلي جالس إلى مكان ينظف لها ويستخرج الحصى من العدس، فقال ما من رجل يا علي يعين زوجته في البيت إلا وأعطاه الله في كل شعرة في بدنه 10 حسنات، وما من شعرة إلا ومحى الله عنه 10 سيئات. يا بنت أشرف خلق الله كلهم وسيد الرسل، عقلي فيك قد تاها. هذه صحيفة حبي فيك ناصعة مبيضة، فاشفعي لي يوم أؤتاها. هي البتول وما أحلى اسمها بفمي، هي الزكية ابن المصطفى طاها. الله شرفها والله طهرها والله عظمها والله زكاها. هاي الأيام نحن نعيش مأساة فاطمة في العراق، وليس لنا سواها لحفظ شبابنا لحفظ مقدساتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجاهدين بالنصر الكامل وأن يوحد بينهم. الحمد لله هم متحدين، بس كون يوحدنا إحنا وياهم، قلوبنا إحنا إن شاء الله تتوحد في شرف السيدة الزهراء سلام الله عليها. إخوتي هذه الأيام فلنذكر شيئا لهم. واحد ما بس يقدر يسمع قرآن، يقدر يسمع حديث الكساء، يقدر يدعو لهم، يقدر بحب فاطمة يصلي لنصرتهم على محمد وآل محمد. وخاصة هاي المجالس اللي تصير لا ناخذها عن جهية، لا ناخذها بالمزح، لا ناخذها، فيها أسرار، لأنه هذا المجالس الذي كان يجلسها رسول الله وعلي والحسن والحسين. في رواية تحت حديث الكساء، في رواية الكساء قال ما كان شعارهم لما كان الله ينزل الكل يلتفت إلى فاطمة وينظر إلى فاطمة. وشعار الله في حديث الكساء بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. يسر أمرنا والسلام عليكم ورحمة الله.